أيها الإخوة، أناس كثيرون يستغفرون والفقر يزداد، هي ظاهرة. لو أنك حدثت من حولك بمضمون هذه الخطبة حتما سوف يقول لك أحدهم: لا لا، أنا أستغفره ليلا ونهارا، والأمور تزداد تعقيدا. لماذا تجيبه؟ قال أبو علي التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة: شكى أعرابي إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه شدة لحقته، وضيقا في المال، وكثرة في العيال، فقال له: عليك بالاستغفار، فإن الله عز وجل يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات. فعاد الأعرابي إليه فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد استغفرت الله كثيرا وما أرى فرجا مما أنا فيه. فقال له: دقق، لعلك لا تحسن الاستغفار. قال: علمني. قال: أخلص نيتك وأطع ربك. أخواننا الكرام، وصفة نبوية في الصحاح: إذا كان ثلث الليل الأخير قبل الفجر نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ الله ينتظرك في وقت السحر قبيل أذان الفجر: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. من هو الكسول؟ من هو العاجز؟ من هو الأحمق؟ من هو الغبي الذي يتكاسل أن يطلب من خالق السماوات والأرض؟ والله ينتظرك. أنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، هو يسمعك الآن، اطلب منه. إن الله يحب الملحين بالدعاء، يحب الملحين بالدعاء. إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه. إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها. الأمر بيده، على كل شيء قدير.